بداية، توفيت الفنانة التشكيلية سهيلة بالحبار إحدى رائدات الفن التشكيلي بالجزائر عن عمر ناهز 90 عاما. هذا ونقل جثمان الراحلة أمس إلى المتحف الوطني للفنون الجميلة بالجزائر العاصمة لإلقاء النظرة الأخيرة عليها من طرف عشاق الفن التشكيلي ومحبي هذه الفنانة ممن عاصروها ورفقاء دربها. التغطية كانت لأحمد أيوب شاوش وفي الله ليلي. حياة جهاد كامل من الصغر حتى النهاية. البارح برك العشية كانت حابة تنوض، كانوا عندها مشاريع، عندها شهرين برك مشاريع باش دير معارض أنكور وباش تخدم وباش تفنن وباش تشجع قناتك لي جانز أرتيست مهما كانوا نساء رجال. الفن هو حرية، هو فرح، هو ثقافة، هو جهاد للجزائر، هو العلم، هو الافتتاح العقول، هو السعادة، وعطات لها بزاف السعادة. والحمد لله الجزائر اليوم هي كرمتها في المتحف الوطني تكريما يقيس بزاف القلب، والله يرحم يما وربي يوسع عليها. اون فيان دو بيردر ان راحتنا امراه فنانه عظيمه فريمون اللي ممتازه في الخدمه تاعها. لا بوكو رامني بور لا بانتور كونتومبورين الجيريان ميم، ولا فيها شغل منمنمات فان بيتال كان معروف على هذا. هي سي لا لونسي تاع بايا ولا تاع جهيده وادف لهنايا ايتو. فرانشمون سي اون بيرت، سي اون بيرت باسكو الفنانه هذه توجور تضحك توجور وتعمل تكومبليكسي كي تشوف لاج تاعها ولا برودكسيون تاعها. عندها اون برودكسيون انكرويبل، بوكو دو بوكو ترافو، خلاتنا ان تريزور، سي ان تريزور بور pour la culture algérienne, pour l'humanité, pour l'histoire de l'art algérien aussi. سهيلة بالبحار اللي فقدناها في اليوم الأول لرمضان تاع 2023 فنانة كبيرة جدا. هي أنا ملي بديت في الفن من الثمانينات الاسم الأول اللي عرفته كفنانة امرأة هي بيان سور بايا محي الدين وسهيلة بالبحار. دونك هما من أعمدة الفن التشكيلي النسبي في الجزائر. سهيلة بالبحر ما كانتش قاعدة تحبس، دائما وهي في العمل وهي نشيطة ودائما في المعارض ودائما كانت تعمل، وعندها بيان سوغ لا توش تاعها بيرسونيل في الفن تاعها. كو ان شاء الله جيسبيغ كو هذا الفن تاعها يقعد موراها ويقعد سورتو الجزائر تاخذه وتعطي له قيمة أكثر. إنا لله وإنا إليه راجعون.